ميسم. أنا بخير ديما، وأنت؟ بخير. أنا جائعة، ماذا ستتناولين؟ سأكتفي بالسلطة. ليس من عادتك. أعلم، ولكني لاحظت مؤخراً زيادة في وزني وبدون سبب. وهل استشرت الطبيب؟ قد يكون السبب له علاقة بالغدة الدرقية. وما علاقتها بالوزن؟ لصديقة كانت تعاني من نفس المشكلة، وتبين من تحليل وظائف الغدة أنها مريضة بقصور الغدة الدرقية، وقد أوضح لها الطبيب أن الغدة الدرقية تفرز هرمونات مسؤولة عن تنظيم التمثيل الغذائي واستخدام الطاقة، لذا قد يعاني مرضى قصور الغدة الدرقية من زيادة الوزن نتيجة بطء التمثيل الغذائي. شكرا ديما، لقد وضحت لي أمرا لم يكن ليخطر على بالي قط. سأستشير الطبيب بالفعل.